لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com. وأقول للناس كل سنة وانتم طيبين والحمد لله، يعني يبدو الناس ردت عليا وقالت لي وانت طيب، كان في قبول لهذا العمل. يعني في أعمال قديمة إن شاء الله بإذن الله، يعني في عندي أكثر من حاجة بقراها وإن شاء الله أختار منها حاجة. يعني ربنا يسهل، لو في سينما كويسة ما أنا ما عنديش مانع. أقول إنه يعني أحد الأوراق العظيمة في شجرة الفن المصري تساقطت، يعني كما تساقط أوراق كبيرة وكثيرة من قبلها، ورحل فنان كبير متعدد المواهب وعاش طول عمره عمر طويل مديد يعطي للفن المصري سواء في السينما أو في التلفزيون أو على خشبة المسرح أو في الإذاعة كممثل وكاستعراضي وكمغني وكمقدم برامج، مجهود كبير جدا ومواهب متعددة. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الراحل الفنان الكبير سمير صبري برحمته وبمغفرته وأن يسكنه فسيح جناته. وعزائنا إحنا أنه الفنان وإن رحل بجسده إلا أنه أعماله بتبقى باقية، تظل تذكره وتظل الناس تتذكره من خلال هذه الأعمال، وهكذا هو سمير صبري. حاجة الناس ضبطت صورتك أنت وأستاذ كمال أبو ريا في اللي انتشرت بمسلسل سوق العاطفة، شفت تفاعل السوشيال ميديا مع الموضوع ده إزاي وإن الناس لسه فاكرة المسلسل؟ يعني أسعدني طبعا الناس تبقى فاكرة المسلسل بعد مضي يعني حوالي أكثر من 20 سنة يعني على المسلسل، والناس فاكراه وفاكرة مواقف كتير وبتعمل كوميكس كتير عليه، وده شيء بيسعدني يعني وبتبسط وبضحك. وأيضا كنت مبسوط أن أنا ألتقي بكمال أبو ريا مرة تانية لأنه هو زميل وصديق عزيز وأنا شخصيا بحب أشتغل معاه. هل السوشيال ميديا